السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مدارس هبة الله. سوف نتحدث اليوم عن مادة التربية الاجتماعية والوطنية يا صف رابع، الوحدة الثانية، بيتي الكبير. الدرس الأول وطني بيتي. بداية سوف نتعرف على مفهوم البيت والوطن، طرق المحافظة على ممتلكات الوطن، أيضا أهم المرافق العامة التي توفرها الدولة للمواطن وأهمية المرافق العامة. أولا البيت، ما المقصود بالبيت؟ ما هو البيت؟ هو المكان الذي يعيش فيه الفرد مع أسرته. البيت هو المكان الذي يعيش فيه الفرد مع أسرته، حيث يحرص الوالدان على توفير حاجات الأسرة كلها، ويجب على أفراد الأسرة التعاون معهما. البيت أو الأسرة، الأسرة هي النوال الأولى يا رابع في المجتمع، فإذا أنشأت أسرة سليمة إذن ذلك سوف ينعكس إيجابا على المجتمع. الآن الوطن، ما المقصود بالوطن؟ ما هو الوطن؟ هو البيت الكبير الذي نعيش فيه وننتمي إليه. الوطن هو البيت الكبير الذي نعيش فيه وننتمي إليه. الوطن هو الأرض التي نعيش عليها. الدولة يا رابع تنشئ مجموعة من المرافق العامة التي تهدف هذه المرافق العامة إلى خدمة المواطن. إذن إلى ماذا تهدف الدولة من إنشاء هذه المرافق العامة؟ إلى خدمة المواطن. مشان هيك يجب على المواطن أن يحافظ على هذه الممتلكات. فما هي طرق المحافظة على ممتلكات الوطن؟ أولاً الاستخدام الأمثل للمرافق وعدم العبث بها، أي الاستخدام الأفضل والمعتدل والمتوسط لهذه المرافق وعند الحاجة، وعدم العبث بها أو تخريبها. تمام؟ النقطة الثانية الاهتمام بنظافة الأماكن والمرافق العامة. يجب علي أنا كمواطن أهتم بنظافة الأماكن والمرافق العامة. النقطة الثالثة تقديم النصح والإرشاد للزملاء من أجل الحفاظ على ممتلكات الوطن. أنا كمواطن صالح وبعرف إيش أهمية هاي الممتلكات، يجب علي أن أقدم الإرشاد لزملائي ولبقية أفراد المجتمع حتى نحافظ على هذه الممتلكات. تمام يا رابع؟ الآن إحنا عم نحكي المرافق العامة، ممكن تحكي لي أمس إيش يعني المرافق العامة؟ المرافق العامة يا رابع التي تقدمها أو توفرها الدولة للمواطن هي خدمات عامة تقدمها الدولة من أجل خدمة المواطن. طبعا الآن رح نتعرف على أمثلة كثيرة من المرافق العامة، وأهمها أولا المدارس والجامعات، ثانيا الطرق والجسور، ثالثا المراكز الصحية والمستشفيات، رابعاً الحدائق العامة. هاي المرافق العامة رح نتحدث الآن عن أهمية تلك المرافق. أهمية المرافق العامة هي خدمة المواطنين وتسهيل شؤون حياته. خدمة المواطنين وتسهيل شؤون حياته. الآن رح نستعرض كل
أو نوع من أنواع، كل نوع من أنواع المرافق العامة والخدمة التي تقدمها. أولاً المدارس والجامعات، ما هي الخدمة التي تقدمها المدارس والجامعات؟ تقدم المدارس والجامعات التعليم. ثانياً الطرق والجسور، تقدم الطرق والجسور سهولة الحركة والتنقل من مكان إلى آخر. ثالثاً المراكز الصحية والمستشفيات، تقدم خدمة العلاج، تقدم خدمة العلاج. تمام؟ إذن المدارس والجامعات تقدم خدمة التعليم، الطرق والجسور تقدم خدمة سهولة التنقل من مكان إلى آخر، أما المراكز الصحية والمستشفيات تقدم خدمة العلاج. إلى هنا أنهينا الدرس، وفقكم الله، وسوف نلتقي في درس قادم إن شاء الله.